نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا أبو خالد من جدة يقول: ما حكم قصر الصلاة بين مكة وجدة، وهل يكون القصر عن نية السفر أو من نهاية العمران، وما هو الدليل من الكتاب والسنة؟ لا قصر بين مكة وجدة، لأن ليس بينهما الآن مسافة قصر، لأنهما متقاربتان الآن، فلم يبقى في بينهما مسافة قصر، فلا يجوز القصر، بل يتم الصلاة. نعم.